وانتماء وارتباط لمصر، ان احنا مش عايزين نغير اي حاجة، عايزين نمشي على ظلهم وعلى خطاهم. لكن خلينا نبص برضو نظرة لقدام شوية، يعني مش بس للجيل بتاعنا، للجيل اللي جاي واللي جاي واللي جاي، وان ازاي يوم 25 يناير هنا بيبقى في سوري 25 ديسمبر في سيلبريشن كبير. ايه ما يمنع لو ده مش بره العقيده وده في اطار اللاهوت وفي اطار البليفز بتاعنا، ان احنا ناكوموديت اور سيلف لل 25 ديسمبر؟ لو الامور دي ما هياش متعارضه مع ايماننا يبقى ليه لا؟ تفضلي انت اللي وقفتي، تفضلي. سيدنا احنا مش الشعب الوحيد اللي بيحتفل ب 7 يناير. الاوكرانيان، الجريك، السريان، الراشن بيحتفلوا 7 يناير. حتى الاوكرانيان الكاثوليك بيحتفلوا ب 7 يناير. احنا ربينا اولادنا ان احنا في الكريسماس تايم احنا وي ار فاستنج. ابني كبر على ان احنا خلاص فاستنج، بيجيبوا شوكليتس، بيجيبوا حاجات في المدرسه بيحتفلوا، ما بناخدهاش. فاحنا زرعنا حاجات وي ار سبيشال وي ار ديفرنت. ليه نيجي دلوقتي علشان شويه احتفالات وحفلات واكل نغير اللي احنا بقالنا 2000 سنه ماسكينه؟ أنا سعيد جدا باللي كل بتقولوه. Yeah.
الحل الأمثل لتحديد مواعيد أعياد الميلاد والقيام. كلكم قلتوا مفيش حل. 82% قالوا مفيش حل. لا، في حلول، وبنبحث الحلول دهيت. على فكرة خدوا بالكم يا شباب، دي مشكلات جديدة على الكنيسة. هو من امتى كان في آباط في هولندا؟ من ايام ماري مرقص؟ لا، ده حاجة لسه اول امبارح، مش كده برضو؟ ايه 30 سنة؟ لسه الكنيسة القبطية يا ولاد ويا بنات، مع الاحترام ليكم كلكم، خرجت برا مصر من 50 سنة. سيدنا، كان بعض الآباط هنا في أوروبا، يمكن أعتقد يمكن وجهوا سؤال لقداستك أكتر من مرة، بيسألوا هل ممكن يبقى في توحيد في مسألة الأعياد الكنسية، خاصة 25 ديسمبر عيد الميلاد، لأن هم هنا في أوروبا وفي الغرب كله مش بيستمتعوا بسبعة يناير لأنه بيبقى يوم، يعني يوم دراسة أو يوم شغل. مسألة الأعياد هي مسألة مرتبطة بالتقويم. التقويم اللي بيستخدم هنا في مصر غير التقويم اللي بيستخدم في الغرب، تقويم مصري أو قبطي وتقويم غربي، فهي مسألة غير مرتبطة لا بالعقيدة ولا باللاهوت، هي مسألة مرتبطة بتحديد التاريخ. طبعا لما كنا في مصر بنحتفل بالكريسماس 7 يناير وعايشين على كده، وحتى الدولة جعلته يوم أجازة. لما هاجر ولادنا، ودي ما كانش في الحسبان، لما هاجر أبنائنا في أماكن كتيرة في العالم، بقوا موجودين كأقلية في وسط مجتمعات كبيرة بتحتفل يوم 25. فده عامل نوع من القلق، وبالذات مع الأجيال اللي طالعة، السكند جينيريشن والثيرد جينيريشن، باعتبار أنهم عايزين يحتفلوا يا أخواتهم. فإحنا الأمر ده عايزين ندرسه في المجمع، ونشوف ايه اللي ممكن نساعد به ولادنا على الحياة، التأقلم مع المجتمع في البلاد اللي هم عايشين فيه. لكن بكرر انها مسألة غير مرتبطة لا بالعقيدة ولا باللاهوت نهائيا.